هذا وأكد أمير منطقة مكة خالد الفيصل وصول أكثر من 2 مليون حاج إلى المشاعر المقدسة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل في مشعر منى. آخر عدد وصلني عن الحجاج هو 2 مليون 91,471، منهم 1,855,407 من خارج المملكة، ومنهم 200 ومنهم 200,000 و360 حاج من داخل المملكة.